يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. احنا موجودين معاكم على مدار ساعتين على الهواء مباشره ومجموعه من الفقرات المختلفه. خلينا نبدا معاكم. دايما احنا بنبتدي معاكم في نهارك سعيد بفقره الصحافه ومتابعه لاهم الاخبار اليوميه، وبيكون ضيفنا فيها الصحفي السيد محمود الجندي، والصحفي بجريده الشروق. هنستعرض معاه الاخبار ونعرف تحليله على كل خبر منهم. طبعا الشعب المصري اصبح اهتمامه بالسياسه وباداء الحكومه واحوال الشارع هو حديثه الاول والاخير، طبعا بهدف الوصول للاستقرار اللي بيتمناه كل الشعب المصري. عن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعه الشؤون السياسيه هيكون معانا السيد رفعت فياض، هو مدير تحرير اخبار اليوم، وطبعا هنستعرض معاه طبعا تعليقاته على خطاب الرئيس، او تعليقه على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. متاسف المايك هيقع. الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكمان عندنا فقره ثانيه عن القواعد الاساسيه للعلاج بالاعشاب في العلاجات المختلفه، وهيكون ضيفنا فيها دكتور احمد فتوح باحث في مجال طب الاعشاب. وطبعا كتير مننا لما بيعيا دايما بيلجا للاعشاب، فعشان كده عايزين نعرف اذا كان ده ممكن يكون طب بديل ام لا، وده هيكون ضيفنا مع الدكتور احمد فتوح باحث في مجال طب الاعشاب. غير كده كمان معانا طبعا اللواء احمد عاصم وضيفه اللواء محمد ايمن نائب محافظ القاهره، وفقره عن تطوير منطقه رمسيس. اخيرا قلنا بقى نغير المود شويه، يعني فعندنا معاناه الرجال ومطالبتهم بحقوقهم بشكل ساخر. معانا تيمور السبكي ومؤسس صفحه يوميات زوج مطحون، وكمان عمرو حسين ومؤسس صفحه يوميات موظف مطحون. يعني مش بس الستات هي اللي بتطالب بحقوقها، لا ده واضح ان الرجاله كمان حاسه بالمعاناه وبيطالبوا بحقوقهم. عشان كده احنا تابعنا صفحتين دول، وصفحتين دول ادائهم ساخر شويه، وهم بيتكلموا عن معاناه الرجال وطلباتهم. مش عارفه ازاي، بس هو ده اللي هنعرفه من ضيوفنا في فقرتنا. تعالوا نبدا على طول يومنا، واستنونا بعد الفاصل وفقره الصحافه.